صباح النور يا ست ريهام. راوي اصلا ما نزلتش قدامك؟ في الحقيقه انا ما اعرفش ان كانت نزلت ولا ما نزلتش، بس لازم تكون نزلت، دي الساعه داخله على 12 وزمانها في شغلها دلوقتي. اصل انا اتصلت بيها في الشركه من نص ساعه قالوا لي انها ما وصلتش، ولما كلمتها هنا في البيت جرس قعد يضرب وما ردتش عليا. يمكن تكون خدت اجازه من شغلها وراحت مشوار كده ولا كده. ما تقلقيش يا ست ريهام ما تقلقيش. اتصلت بيها في الشركه قالوا لي انها ما خدتش اجازه. انا هطلع اشوفها وانت خلي بالك من العربيه. حاضر حاضر يا ست ريهام. انسه ريهام خليكي مرتاحه. اللي عرفته من حضرتك ان المجني عليها كانت عايشه هنا لوحدها. ايوه. واللي عرفته كمان انك لما دخلتي واكتشفت الجثه فتحتي باب الشقه بمفتاح كان معاكي. يا ترى جبتي المفتاح ده منين؟ رؤيا اختي الله يرحمها كانت مدياني نسخه المفاتيح شقتها احتفظت بيها معايا لأي ظرف طارئ يعني، بس ما كنتش متخيلة إن أنا هستعملها في ظروف زي دي أبداً. أنسة ريهام أنا مقدر الموقف اللي أنت فيه وأرجوكي تتماسكي وتشدي حيلك علشان تساعدينا ونقدر نوصل للجاني اللي ارتكب جريمته البشعة دي. تحت أمرك يا حضرة الظبط. أنا عايزك تحكي لي كل حاجة تعرفيها عن المجني عليها بالتفصيل. علاقتها بزملائها في العمل، بجيرانها، بأصدقائها، بمعارفها، مين اللي كان بيحبها، مين اللي كان بيكرهها، ومين اللي كان بينه وبينها مشاكل، أي مشاكل حتى ولو كانت بسيطة. أختي راوية الله يرحمها كانت مهندسة في شركة الإلكترونيات الحديثة، واللي أعرفه إن علاقتها بكل زملائها وزميلاتها في الشركة كانت علاقة طيبة، عمر ما كان بينها وبين أي حد أي مشاكل من أي نوع. إذا كانت علاقتها كويسة مع كل المحيطين بيها زي ما بتقولي، أمال يبقى مين اللي عمل كده؟ محمود فين؟ أيوه يا صلاح. بعض الجيران قالوا لي إن هم سمعوا صوت الرصاص امبارح بالليل مع بداية نشرة الأخبار الأخيرة، يعني الساعة 12 نص الليل تقريباً. أما البواب ما لقيتهوش، مش موجود. بس ده كان موجود ساعة ما أنا جيت. أنا قابلته وكلمته قبل ما أطلع على هنا. يبقى مشي بعد أنت ما وصلتي. لان باب اوضته مقفول بالمفتاح. جايز يكون راح مشوار وزمانه جاي. اتفضل انت يا صلاح وكمل بقيه الاجراءات، ولو وصل البواب ابعتهولي على طول. حاضر يا فندم. انسه ريهام، تفتكري مين اللي يكون ارتكب الجريمه دي وله مصلحه في قتل اختك؟ ما اعرفش، جايز يكون حرام. بس مفيش اي شباك او بلكونه مفتوحين، ومفيش اي كسر عليهم او على باب الشقه، بالاضافه ان علبه صيغتها موجوده زي ما هي في درج التسريحه ما اتلمستش. ده معناه ان الجاني على معرفه بيها. حضرتك ما بتشكيش في اي حد؟ ايوه بشك في شهدي. شهدي مين؟ طليقها. اتعرفوا على بعض من 3 سنين، ولما تقدم لبابا الله يرحمه عشان يتجوزها بابا وقتها ما كانش مرتاح له، بس اضطر يوافق لان راويه كانت متمسكه بيه وبتحبه، وراويه الله يرحمها لما كانت بتحب كانت بتحب بجنون. وتجوزه؟ ايوه، لكن بعد الجواز ابتدت تبان عيوبه، غيرته زايده عن الحد، انانيته، عصبيته على الفاضي والمليان، ده غير انه كان بياخد منها كل قرش بتكسبه مع انه مش محتاج. ولما المسكينه ضاقت بيها حياتها طلبت منه الطلاق. وطلقها؟ بس مش بسهوله. المهم انه طلقها. ايوه، طلقها من 10 شهور فاتوا، وبمجرد طلاقه منها اتجوز واحده تانية. يعني هو دلوقتي معاه زوجه ومستقر في حياته، ومفيش اي شيء بيربط بينه وبين المجني عليها. ليه انت متصوره ان شهدي ده ممكن يكون هو اللي ارتكب الجريمه؟ لانه اتجوز مراته التانيه من باب العند ورد الاعتبار، قال يعني عشان يغيظ راوي الله يرحمها، ده اللي كان في دماغه. وانت عرفت منين ان هو ده اللي كان في دماغه؟ هو اتصل براوي اكتر من مره في التليفون وقال لها كده، وهي اللي قالت لي، وقال لها كمان ان هو عايز يقابلها ضروري. وقابلته؟ ايوه قابلته، بس بعد ما ترجاها وقالها عليها وطلبت مني ان انا اكون معاها في المقابله دي. ممكن اعرف انت عايز ايه بالظبط دلوقتي يا شهدي؟ عايزك في موضوع يخص حياتنا ومستقبلنا. حياتنا ومستقبلنا، حياتنا ومستقبلنا انتهت خلاص، ومستقبلي ومستقبلك ما بقاش في اي شيء يربط بينهم. غلطان يا راوية، انت عارف اني بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انا عايزك ترجعي لي. ومراتك اللي اتجوزتها عشان تغيظ راوية يا شهدي؟ اطلقها حالا. حتى لو طلقتها يا شهدي
انا مش ممكن ارجع لك تاني، واظن انت عارف الاسباب كويس. اي سبب خلاك تتضايقي مني علشانه ووصلنا اللي احنا فيه انا هغيره. صدقيني يا راويه انا هغير من نفسي وهكون شهدي اللي حبيتيه واخترتيه قبل كده. شهدي اللي حبيته واخترته زمان عمره ما هيتغير ابدا. في الاول بيبقى زي الحمل الوديع زي ما انت بتتكلم دلوقتي بالظبط، وبعد شويه بيتحول لوحش مفترس اناني ما يهموش الا نفسه بس. مش هو ده شهدي؟ هو ده طبعك بكل اسف. قلت لك مستعد اغيره. اللي فيه طبع عمره ما بيغيره ابدا. من فضلك ما تدخليش بينا. اتكلم كويس يا شهدي. انا عاطي الحق لاختي في التدخل، خصوصا لما يكون الموضوع ده يخص مصلحتي. ماشي ماشي يا راويه. المهم انت ايه رايك في اللي بطلبه منك؟ اظن انا قلت رايي. قلت لا يا شهدي. يعني ده رايك النهائي؟ ايوه رايي النهائي. ورايك ده طبعا سببه الاستاذ رامز مش كده؟ ايه رامز؟ ايوه رامز. رامز مدير الشركه اللي حضرتك بتشتغلي فيها وده يبقى في هوام المده. وكون يا شاطره فاكره اني مش مراقبك وعارف كل خطواتك وخطواته. بس يكون في علمك يا راويه صحيح ان رجوعنا لبعض انا مش هقدر اجبرك عليه، انما تتجوزي اي حد تاني ده بعدك ونجوم السما قرب لك، ولو عملت حاجه زي كده حياتك هتكون التمن. راويه ايه موضوع رامز اللي شهدي بيجيب سيرته ده؟ صحيح الكلام ده؟ اهو كلام يا ريهام، مجرد كلام. يعني ما اكدت لكيش انها على علاقه فعلا بالمدير بتاعها ده اللي اسمه رامز؟ لا. وشهدي طليقها ده بيشتغل ايه؟ عنده محل اسلحه وذخيره كبير في وسط البلد. محل اسلحه؟ ايوه. يا ترى تعرفي عنوانه فين؟ ايوه اعرف. ايه اتقتلت ازاي؟ بالرصاص يا اخي شهدي. مسكينه. قول لي يا اخي شهدي. تحت امرك يا فندم. انت كنت فين امبارح بالليل ما بين الساعه 11 ونص و 12 ونص تقريبا؟ كنت هنا في البيت يا فندم. لوحدك؟ لا طبعا مع مراتي. وقبل ما تيجي البيت كنت في المحل لحد ما قفلت. محل السلاح بتاعك؟ ايوه يا فندم. وقفلت المحل الساعه كام؟ الساعه 10 يا فندم. ولما قفلت روحت على طول؟ لا ايوه ايوه. لا ولا ايوه؟ في الحقيقه يا فندم انا ما روحتش على طول. ما رحت فين؟ رحت عند راويه. لا رحت بيت رامز. رامز؟ ده مدير الشركه اللي كانت بتشتغل فيها المجني عليها؟ ايوه مظبوط. ولما رحت له كانت الساعه كام؟ تقريبا كانت 10 ونص 11 الا ربع. وطبعا طلبت منه انه يبعد عن طريق راويه. فعلا ده كان الهدف من مروحي هناك، لكن ما قابلتوش لان لما سالت عنه ما كانش موجود. سالت عنه مين؟ لما قابلت المدام قالت لي انه مشي قبل ما اوصل بدقائق وانه في طريقه للمطار لانه هيسافر اليابان بخصوص شغل. وبعدين؟ وبعدين كنت همشي، لكن لقيت نفسي بقول لها عن العلاقه اللي بين رامز جوزها وبين راويه، وقلت لها ان هم ناويين على الجواز، وطلبت منها تخليه يبعد عن طليقتي. يا خبر، قلت لمراته الكلام ده؟ ايوه يا فندم. ورد فعلها كان ايه؟ انا ما عنديش استعداد اسمع الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، واكيد حضرتك غلطان في الشخص اللي تقصده. مش ده بيت رامز مدير شركه الالكترونيات؟ ايوه ده بيته وانا مراته. يبقى انا كلامي مظبوط ومش غلطان. وانا بقى متاكده ان حضرتك غلطان، زي ما انا غلطت وسمحت لك تدخل بيتي وتسمعني الكلام الفارغ اللي انت قلته. يا مدام صدقيني انا بدور على مصلحتك قبل بيتك ما يتخرب وتلطشه منك. انا فعلا بيتي هيتخرب لو فضلت اسمع كلامك ده. اكيد في حد مصلحتك عشان توقع بيني وبين جوزي، بس احب اقول لك ان لعبتك دي كانت ممكن تنجح مع اي حد تاني، لكن معايا انا لا. عارف ليه؟ لاني مش غبيه، ولان حياتي انا وجوزي مستقره. واتفضل بقى من غير مطرود. انصاف افندي. مين وصلي الافندي ده للباب وانت تقدري تروحي؟ حاضر اتفضلي. ايه يا راجل اللي عملته ده؟ في حد يعمل كده؟ تروح للراجل بيته وكمان تقول لمراته حاجه زي دي؟ لساني فلت مني غصب عني بسبب الحاله العصبيه اللي كنت فيها. واعتقد ان الحاله العصبيه دي هي نفس الحاله العصبيه اللي كانت عندك لما قابلت راويه وهددتها بالموت لو ارتبطت بحد غيرك. لا لا ما حصلش. ما علينا، بس تصدق الست دي مرات رامز طلعت عاقله جدا. واحده غيرها كانت سلمتك ودانها وسمعت كلامك وصدقته لو هي غيورة زيك. أصل الغيرة دي والعياذ بالله لو اتحكمت في شخص تخليه زي المجنون ممكن يرتكب جريمة بسببها. المهم قولي انت عملت ايه بقى لما مرات رامز تقريبا طردتك من بيتها؟ خرجت ومشيت وجيت هنا على البيت. على طول؟ على طول يا فندم. يعني ما روحتش اي مكان تاني قبل ما تروح؟ لا. ويا ترى رامز ده ساكن فين؟ في المهندسين يا فندم.
وانت ساكن هنا في اول شارع الهرم في شقتك الجديده دي اللي خدتها بعد ما اتجوزت مراتك الثانيه مش كده؟ ايوه فين. يا ترى المدام موجوده اقدر اشوفها اكلمها؟ الحقيقه المدام موجوده عند والدتها. انا بلغني ان شقه المجني عليها اللي في الدقي اللي بكل اسف اتقتلت فيها، بلغني انك انت اللي كنت اشتريتها بفلوسك وكتبتها باسمها لما اتجوزت، صحيح الكلام ده؟ ايوه صحيح يا فندم، وقتها دفعت 150 الف جنيه والوقت ثمنها زاد للضعف. ولما جيت تطلقها سونتها عليها؟ ايوه يا فندم، لان انا اللي اشتريتها بفلوسي. والمجني عليها قبلت المساومه وفضلت الاحتفاظ بالشقه والتنازل عن مؤخر صداقها الكبير ونفقتها، مع انها كان ممكن ترفض لان الشقه باسمها وفي نفس الوقت تطالبك بكل حقوقها. تفتكر ليه هي تنازلت وقبلت المساومه؟ معرفش يا فندم. اقول لك انا، لانها كانت عايزه تخلص منك باي شكل، خصوصا بعد ما اكتشفت ان لك اعمال مشبوهه في تجاره السلاح، فما حبتش تربط مصيرها بمصيرك. مظبوط؟ لا يا فندم لا. عموما ده مش موضوعنا دلوقتي. قول لي يا اخي شهدي، انت لما قابلت المجني عليها اخر مره وهددتها بالموت لو ارتبطت برامز، ايه اللي؟ يا فندم انا ما هددتهاش. هددتها؟ وارجوك ما تقاطعنيش مره تانية. يا فندم صدقني انا ما هددتهاش، واختها ريهام اللي قالت لك الكلام ده كدابه. ايوه كدابه. وانت شرفك ان اللي قالت لي كده هي ريهام، لان لما قابلتها اخر مره كانت معاها، واكيد هي اللي قالت لحضرتك الكلام ده. صحيح وقتها انا كنت منفعل وجايز قلت كلام فيه نوع من التهديد، بس ده سببه كان حب الراويه ورغبتي انها ترجع لي. ومع اصرارها على رفضها ليك وعلمك بانها فضلت شخص تاني عنك وانها هترتبط بيه وهتتجوزه، ممكن قوي حبك ليها ده يتحول لكراهيه، خصوصا وان الشخص اللي هترتبط بيه ده مؤكد هيقيم معاها في شقه الدقي، الشقه اللي انت اشتريتها بفلوسك يا اخ شهدي. تمام كده يا بيه، هو ده اللي حصل. يعني الساعة 12 بالليل في وقت الحادثة، الوقت اللي السكان سمعوا فيه صوت الرصاص، انت ما كنتش موجود في العمارة؟ ماني قلت لسعادتك يا بيه ان مراتي ساعتها كانت بتولد في المستشفى وانا فضلت قاعد معاها هناك. يعني بقيت معاها اخويا في المستشفى؟ لا يا بيه ما بقيتش ولا حاجة، انا رجعت على العمارة بعد ما عيلتها ما وضعوا ناموا. ولما رجعت على العمارة كانت الساعة كام؟ كانت حوالي واحدة ونص يا بيه، وبعد كده نمت. ولما النهار طلع السكان راحوا على اشغالهم وفضلت انا موجود لحد الست ريهام ما جت. وبعد كده تم اكتشاف الجريمه. بس انا ما كنتش موجود يا بيه ولا عرفتش اللي حصل، لاني رحت طوالي على المستشفى اطمن على ام العيال. طب يا حميده تقدر تمشي انت دلوقتي، لما عاوزك تاني هبعت لك. تحت امرك يا بيه. السلام عليكم. السلام. يا راجل سعادتك في الليل يا محمود بيه. انت عارف يا صلاح، جايز يكون صادق وجايز يكون كذاب. المهم دلوقتي عايزك تعمل تحرياتك وتتابع المعمل الجنائي، عايزين نوصل للقاتل ده في اسرع وقت. ربنا يوفقنا يا فندم، بإذن سعادتك. انا بلغني يا باشمهندسة سوسن ان كنت على علاقة طيبة بالمجني عليها، وكنت بالنسبة لها اكتر من زميلة عمل. فعلا يا حضرة الضابط، انا وراوية الله يرحمها كنا اكتر من الاخوات، ما كانتش بتخبي عني حاجة ابدا. يمكن كانت تخبي حاجة عن اختها، لكن علي انا لا. الله يرحمك يا راوية. لكن مين يا حضرة الضابط؟ مين المجرم اللي عمل فيها كده؟ لسه ما وصلنالوش، بس ان شاء الله هنوصله. قوليلي يا باشمهندسة سوسن، تعرفي ايه عن العلاقة اللي كانت بتربط بين المجني عليها وبين الباشمهندس رامز مدير الشركة هنا؟ في الحقيقة أنا أرجوك تصلحيني بكل حاجة تعرفيها، ده لمصلحة التحقيق. أنت مش يهمك إن احنا نوصل للقاتل؟ طبعا. يبقى أرجوك اتكلمي وما تخبيش عني أي حاجة. هي العلاقة ابتدت ما بينهم بإعجاب متبادل من حوالي 14. كانت راوية ساعتها لسه خارجة من أزمتها مع شهدي، والباشمهندس رامز عايش أزمته مع مراته فريدة، وأزمة كل واحد فيهم هي اللي قربت ما بينهم. وفي أول لقاء بينهم خارج الشركة أنا كنت معاهم. هي دي الحقيقة يا راوية، صدقيني أنا فعلا بحبك. أنا حاسس إن مبقتش قادر أستغنى عنك دقيقة واحدة من حياتي، عشان كده بقى أنا طلبت مقابلتك النهاردة في حضور سوسن عشان أطلب إيدك منها.
لان عارف ان سوسن اعز صديقه ليكي. وانا موافقه طبعا. انا يهمني راي راويه وتكون موافقه طبعا. رايها انا عارفاه كويس جدا بصراحه، هي صرحت لي باحساسها من ناحيتك. الله، وبعدين معاكي بقى يا سوس، مش هي دي الحقيقه يا راويه؟ واحب اعرفك يا باشمهندس ان هي كمان بتحبك وما بقتش تقدر تستغنى عنك دقيقه واحده من حياتها. خلاص يبقى كده اتفقنا. بس احب اعرفك راويه حبها مجنون، ولما بتكره قول يلا سلام. انا عمري ما هخلي الكره يعرف طريقه لقلبها ابدا. يبقى خير البر عاجل. ها هتتجوزوا امتى؟ الله لا لا لا، جرى ايه يا سوس؟ هو سلق بيض ولا ايه؟ لا لازم برضو نفكر شوي. نفكر في ايه يا راويه؟ ما دام كل واحد مننا عرف شعور التاني ناحيته. ايوه يا رامز، بس برضو لازم نتأنى شويه ونشوف اذا كنا اللي بنعمله ده صح ولا غلط. اكيد صح، لانكم هتتجوزوا على سنه الله ورسول. ايوه بس انا خايفه لكم مندفعين وبعد كده نرجع نندم. ليه يا راويه؟ ليه بتقولي كده؟ بصراحه يا رامز انا عامله حساب فريده مراته. يوه، فريده انسانه مريضه وانت عارفه كده كويس يا راويه. ده بقالها 6 شهور وهي قاعده كسيحه على كرسي متحرك، وبعدين كل الدكاتره اكدوا ان الشلل اللي اصابها ده شلل نفسي مش شلل عضوي، ورغم كده مش عايزه تستجيب للعلاج ومصممه على رفض العلاج لاقصى درجه. انا حاسس ان عايش مع نص بني ادمه. انا خلاص مليت وزهقت، ده مش جحود مني ناحيتها صدقوني، انما انا كمان من حقي اعيش حياتي، وانت حياتي اللي عايز اعيشها يا راويه. قلت ايه؟ لكن راويه فضلت على موقفها، وبالفعل قرروا انهم يدوا لنفسهم فرصه اكبر لاختبار مشاعرهم ناحيه بعض. لكن كل يوم كان بيعدي عليهم حبها كان بيزيد ناحيه رامز لحد ما اتعلقت بيه قوي. وهو بديلها نفس الشعور، وقرروا انهم يتجوزوا، وحددوا ميعاد الجواز بعد رجوع الباشمهندس رامز من سفريته لليابان، يعني بعد يومين. واخر مره شفت المجنة عليها كان امتى؟ اول امبارح في الشركه، وبالليل اتصلت بيا بالتليفون. يعني ليله ارتكاب الجريمه؟ ايوه. اتصلت بيك الساعه كام؟ حوالي الساعه 9:30 مساء. ليه؟ ابدا، مجرد دردشه. دي حتى كانت فرحانه قوي وقالت لي ان الباشمهندس رامز اتصل بيها بالتليفون قبل ما تكلمني، وقال لها انه هيعدي عليها بالليل الساعه 11 قبل ما يروح المطار ويسافر لليابان. يعني رامز راح لها البيت الساعه 11 بالليل في ليله الحادث، والجيران راويه اكدوا انهم سمعوا صوت الرصاص في نص الليل، يعني راح لها وقابلها قبل ما تتقتل بساعه. ممكن لو سمحتي تجيبي لي عنوان الباشمهندس رامز من ملفه اللي هنا في الشركه؟ حاضر حاضر، تحت امرك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مدام. اتفضلوا استريحوا. شكرا. في الحقيقه صور حضرتك رائعه. شكرا يا فندم. الحقيقه الصور دي اتلقطت لي وانا بشتغل على المسرح لبعض اعمالي المسرحيه. وقتها النقاد والجمهور قالوا عني اني ممثله كويسه وهيبقى لي شأن كبير في عالم المسرح ده لو جات لي الفرصة المناسبة وقدرت أخد الدور اللي يبرز مواهبي وإمكانياتي. وفضلت أحلم بالدور ده لحد ما جالي فرصة عظيمة في مسرحية عظيمة لمؤلف كبير ديدمونة في مسرحية عطيلي لويليام شكسبير. ومثلت الدور طبعا ونجحت فيه. أنا قريت المسرحية كتير جدا وعملت بروفات أكتر وأكتر لدرجة أني تقمصت شخصية ديدمونة ونسيت شخصية فريدة. ديدمونة اللي قتلها جوزها عطيلي بسبب نار الغيرة اللي أدهى جواه ياجو الحقير ناحية مراته المسكينة. لكن قبل الافتتاح بعشرة أيام المخرج جاب ممثلة تانية خدت الدور بدالي ممثلته. ده خلاني أشعر بالإحباط واليأس وفقدان الثقة، ومن ساعتها وأنا سجينة الكرسي ده. أنا آسف يا مدام فريدة لأن تعبيري عن إعجابي بصورك رجعلك شريط ذكريات مؤلم. بالعكس يا فندم، أنا اللي آسفة إني ضيعت وقتك في شيء ما يهمكش. وبالمناسبة ما تلومش نفسك، أنا شريط الذكريات ده ما بيفارقنيش لحظة واحدة. إنصاف؟ أيوة يا هاني. شوفي القهوة تشربوا إيه؟ قهوة مظبوط لو سمحتي. مظبوطة بقى. حاضر. ممكن اعرف بقى سبب تشريفكم ليا بالزياره ايه؟
في الحقيقة احنا جايين يعني عشان نستفسر من حضرتك عن شوية حاجات بخصوص الباشمهندس رامز جوزك. رامز سافر اليابان اول امبارح بالليل. ليه هو جرى له حاجه؟ لا 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 ما تقلقيش مدام فريده، الباشمهندس بخير، ما تقلقيش نفسك خالص. طيب عمل حاجه؟ لا لا ابدا ابدا، كل ما في الامر ان في جريمه قتل تمت ليله سفره، والقتيله مهندسه في الشركه اللي هو مديرها. هو نزل من البيت هنا ليله سفره الساعه كام؟ حوالي 10:30 مساء. ويا ترى حضرتك تعرفي ميعاد اقلاع طيارته كان الساعه كام؟ رامز قال لي الساعه 12، حتى ده كان نازل مستعجل جدا، خايف لا يكون اتاخر عن الميعاد، لان المفروض يبقى في المطار قبل موعد الاقلاع بساعتين. ويا ترى راح المطار بتاكسي ولا بعربيته؟ لا بعربيته، هو متعود يسيبها في باركنج المطار لما تبقى سفرياته لمده قصيره. والباشمهندس لما نزل من هنا الساعه 10:30 ما رجعش تاني؟ لا، ويرجع تاني ليه؟ يعني ممكن يكون نسي حاجه وافتكرها فرجع ياخدها. لا يا فندم ما حصلش. هو الباشمهندس بيحتفظ بسلاح؟ ايوه عنده مسدس مرخص. طبعا طبعا. وبيحتفظ بيه فين؟ في الخزنه في اوضه المكتب. يعني ممكن يكون موجود دلوقتي ولا هو متعود يشيله دايما معاه وهو خارج البيت او وهو مسافر؟ لا، رامز ما بيحبش يشيل المسدس معاه وهو خارج، لانه بيخاف تحصل مشكله كده ولا كده يضطر يستخدم فيها السلاح. اصل رامز فيه حته تهور شويه، بعدين لو تهور في استخدام السلاح هتبقى مشكلة ويروح في سين وجيم، وحضرتك عارف الباقي بقى. طبعا طبعا. افهم كده ان المسدس ممكن يكون موجود دلوقتي في الخزنة؟ ممكن. ممكن تجيبهولي لو سمحتي؟ لحظة واحدة. مسكينة، يظهر انها فعلا عايشة في مأساة حقيقية. القهوة بها وايد. شكرا شكرا. ايه يا مدام لقيتيه؟ الحقيقة المسدس مش في علبته والعيبة فاضية، يبقى أكيد رامز خده معاه وهو مسافر. مدام فريدة، ممكن بعد إذنك ألقي نظرة على أوضة مكتبه؟ طبعاً، أوي أوي، اتفضل. على صلاح. هو في إيه بالظبط يا حضرة الظابط؟ هو حضرتك بتشوف إن رامز ممكن يكون متورط في الجريمة اللي حضرتك قلت لي عنها؟ لا لا أبداً أبداً يا مدام فريدة، ليه بس بتقولي كده؟ لا، حضرتك عمال بتقفل وبتفتح بالادراج وكانك عمال بتدور على دليل تدينه بيه. واكد لك يا مدام فريده ان اللي احنا بنعمله ده مجرد اجراء شكلي مش اكتر. لا يا فندم، انا عارفه طريقه شغلكم دي كويس قوي، وزيارتكم ليا دي معناها ايه. اكيد حضرتك بتشك ان رامز له علاقه بقتل راويه، وممكن يكون هو اللي قتلها وضربها بالرصاص. لا لا اطلاقا اطلاقا، وعموما عموما علشان اطمنك يا مدام، انا لا هفتش ولا هدور على اي حاجه، بس انا هسالك بعد اذنك سؤال صغير. اتفضل. شهدي لما جالك هنا ليله الحادثه مشي من عندك الساعه كام؟ شهدي مين؟ شهدي طريق راويه اللي اتقتلت. يبقى حضرتك رحت لشهدي وحققت معاه وقال لك انه جالي ليلتها وحكى لي على الوهم والقصة اللي قالها لي ان في علاقة بين طليقته وبين جوزي. هو فعلا قال لي كده؟ وعشان كده حضرتك كمان صدقت الوهم ده وبتعتقد ان جوزي هو اللي قتل راوي. بس احب اقول لحضرتك ازاي هيقتلها وفين وامتى وهو كان في الجو ساعتها. يعني مش جايز قبل ما يطلع المطار عدى عليها وقتلها لاي سبب؟ لا لا لا، صدقني حضرة الظابط، رامز ما يعملش كده ابدا. رامز ده انا بثق فيه ثقة عمياء، ثقة ملهاش حدود. رامز ده انسان قلبه زي قلب الطفل، قلبه ما فيهوش غير الحب وبس. والدليل على كده ان هو مستحملني بعد الحالة اللي انا بقيت فيها واللي لسه ما خفتش منها. انا اسف يا مدام فريدة للمرة الثانية، لان زيارتنا دي سببت لي كل الالم ده، بس اعذرينا ده شغلنا واحنا بنأدي واجبنا. وارجوكي بعد ما يرجع الباشمهندس رامز من السفر بالسلامة خليه يعدي عليا في مكتبي لو سمحتي. هو عموما هيرجع من السفر بعد بكرة، وأول ما يوصل هخليه يعدي على حضرتك في المكتب. وأنا في الانتظار. انصاف! فندم الست هاني، وصلي البهوات للباب، اتفضلي. يا خبر، ده أنا نسيت حاجة مهمة أوي كان لازم أديها لمدام فريدة، تسمحي؟ اتفضلي. ثواني يا صلاح. في حاجة يا حضرة الظابط؟ لا مؤاخذة يا مدام. أنا آسف جدا للإزعاج، أصلي نسيت أديك الكارت بتاعي، اتفضلي عن إذنك.
من حق حضرتك ما قلتليش شهدي لما كان عندك ليله الحادثه مش الساعه كام؟ شهدي مشي حوالي الساعه 11 11 وشويه حاجه كده على ما افتكر يعني. فعلا يا فندم انا مشيت من عندها في الوقت ده تقريبا. بس ما روحتش على طول زي ما قلتلي المره اللي فاتت. يا فندم روحت على طول صدقني. كذاب، التحريات اللي بلغتني عنك بتقول انك جيت البيت هنا ليله الحادثه الساعه 12 وربع تقريبا، وده اللي اكده البواب. طب هو البواب مش عرفه يا فندم؟ لان نشره اخبار التلفزيون الاخيره كانت بتتذاع لما انت وصلت. جايز. انت قلت لي انك مشيت من بيت المهندس رامز في حي المهندسين بعد ما قابلت مراته الساعه 11 11 وشويه، مش كده؟ ايوه يا فندم. ووصلت بيتك هنا الساعه 12 وربع تقريبا. مظبوط يا فندم. يعني في اكتر من ساعه قضيتها في الطريق ما بين حي المهندسين وبين بيتك هنا في اول شارع الهرم، مع ان المسافه كلها ما تاخدش اكتر من نص ساعه في عربيتك. يا فندم الطريق زحمه وده اللي اخرني. زحمه الطريق اللي اخرتك ولا عديت على شقه المجني عليها؟ طب انا هعدي عليها ليه يا فندم؟ اقول لك انا عشان ايه. انت نزلت من عند مرات رامز وانت محبط لانها رفضت تسمع الكلام اللي انت قلته لها، حسيت بالياس، رحت على شقه المجني عليها والغيره والحقد مالين قلبك، طلعت لها فتحت لك، دخلت اتكلمت معاها، اترجتها تسيب رامز وترجع لك، رفضت، صرت، حصلت مشاده بينكم، قتلتها بالرصاص. لا ما حصلش ما حصلش. حصل يا فندم بالفعل. تم القبض على حميده بواب عماره المجني عليها وهو بيحاول يبيع المسدس ده في بلده في اليوم، ولقينا معاه كمان يا فندم المبلغ ده حوالي 2000 جنيه تقريبا. هاتوا هاتوا بسرعه يا راجل. حضرتك من هنا خش تحت امرك يا سعاده الباشا، تحت امرك. ايه يا حميده؟ هي مش المدام كانت في المستشفى بتولد؟ ايوه يا بني، وخرجت من المستشفى امبارح وخدتها على البلد علشان تبقى في وسط اهلها لحد ما ربنا يكرمها كده وتشد حيلها وتقوم بالسلام. امال ايه حكايه المسدس ده اللي انت كنت بتحاول تبيعه؟ والفلوس دي جبتها منين؟ انا مصدوم يا بني، احب على ايدك، احب على ايدك تصدقني يا سعاده الباشا. ولا حميده قول الحقيقة واخلص. حاول الحقيقة ليه؟ حاول الحقيقة. أنا لقيت المسدس ده جوه شقتها وهي مقتولة. أنت كنت في شقتها وهي مقتولة؟ أيوة يا بيه. دخلت شقتها إزاي يا ولد؟ الباب كان موارب يا بيه. الكلام ده كان إمتى وساعة كام؟ ليلة ما اتقتلت يا بيه الساعة 12. يعني ما كنتش في المستشفى جنب مراتك ساعة ما ولدت زي ما قلت لنا قبل كده؟ ما احنا لما سألنا المستشفى محمود بإيه؟ قالوا لنا إن مراته بعد ما ولدت نامت سابها ومشي، والكلام ده كان الساعة 10 مساء تقريبا. خرجت من المستشفى رحت على فين؟ رحت على العمارة يا بيه، وبعد ما وصلت لحد كده جيت باشمهندس رامز بعربيته وسابها لي مفتوحة علشان أنضفها له لحد ما ينزل عند الست رامز. وأنت تعرف الباشمهندس رامز؟ أيوه يا بيه أعرفه. ما هو كان هيتجوز الست رامي ويان ياما قبل كده كان بيوصلها كتير قوي بعربيته لحد باب البيت. كمل وبعدين؟ وبعد ما نضفت عربيته دخلت اوضتي ونمت. وبعدين؟ ايوه يا صاحبي البيت، ايوه حاول اهو حاول. وبعد كده عينيا كفلت ورحت في النوم حتى كده يجي ساعة ونص. بعدها قمت من النوم مفزوع على صوت ضرب نار. قلت في عقلي بالي اطلع دور علشان اطمن على رجلي، وقبل ما اوصل للدور اللي فيه الست رامية لقيت الاسانسير نازل ومن ازاز بيبانه لمحت فيه شخص. الشخص ده تعرفه؟ اعرفه ازاي يا بيه؟ يعني انا لمحت خياله بس. لما خرجت من الاوضه وقبل ما تطلع الادوار ما بصيتش على الشارع؟ لا يا بيه. يعني ما شفتش عربيه المهندس رامز اذا كانت لسه موجوده ولا لا؟ لا يا بيه ما خدتش بالي. لما وصلت للدور اللي فيه شقه القتيله ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا بيه اني لقيت باب شقتها موارب موارب شويه كده، قمت دقيت على غرز الباب محدش رد، قمت زحت الباب بايدي وطليت براسي كده جوه شقتها لقيتها مرميه على الارض وهي سايحه بدمها. صراحه يا بيه انا في الاول خفت، لكن ايه يا سحميده؟ لكن الشيطان وزني وخلاني ادخل الشقه يا بيه، خلاني ادخل الشقه. لقيت دولابها مفتوح وفيه الفلوس دي، قمت خدتها وانا خارج لقيت المسدس ده وهو واقع جنبها،
طرده هو روخر وخدته ليه هو روخر يا سحميجه؟ قلت بعقل بالي او نجيب لرشين كويسين لو بعته لاي حد في بلدنا محتاج سلاح. يا ريتني ما خدته، يا ريتني ما خدته يا سعاده البيه، يا ريتني ما خدته. هو ده هو ده اللي خلى الحكومه تقبض عليا. صدقني يا بيه، سامحني سامحني يا بيه، ابوس ايدك يا رنا. بس انت هتصبط عليا؟ تكونش فاكر شغل الاستهبال والتلات ورقات بتوعك دول هيدخلوا عليا يا راجل؟ انت ماشي، خد الواد ده بصمه واعمل اللازم وارميه في الحجز. انا مظلوم يا بيه، سامحني وصدقني يا بيه انا مظلوم. صلاح افندم، المسدس ده تبعته المعمل الجنائي عشان نتاكد اذا كان هو سلاح الجريمه فعلا ولا لا، والفلوس دي تحطها في الامانات لحد ما نشوف هنوصل لايه، خصوصا لما يرجع الباشمهندس رامز من السفر وقابله. ايوه فعلا يا فندم، انا كنت هتجوز المرحومه راويه واتفقنا ان انا نكتب الكتاب بعد رجوعي من اليابان مباشره. احنا عرفنا من شركة الطيران يا باشمهندس ان ميعاد اقلاع الطيارة اللي انت سافرت عليها كان الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة وقوع الجريمة، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. تقدر تقول لي حضرتك وصلت مطار القاهرة وبدأت اجراءات السفر الساعة كام تقريبا؟ كانت حوالي الساعة 12:30 تقريبا. بس اللي انا عرفته ان خرجت من البيت الساعة 10:30 في طريقك للمطار، تقدر تقول لي الساعتين دول من 10:30 ل 12:30 قضيتهم فين؟ وليه قلت لمدام فريده مراتك ان ميعاد الطيران الساعه 12 مش 1:30؟ الحقيقه يا فندم انا قلت لفريده كده عشان انزل بدري قبل ما اروح المطار بوقت كافي وتروح للمجني عليها. مظبوط يا فندم. رحت لها البيت حوالي الساعه 11، حتى بالاماره طلبت من حميده البواب يرسلك عربيتك. بالظبط، انا فعلا اتصلت بيها من بيتي بالتليفون حوالي الساعة 9 مساء وقلت لها اني هروح لها قبل ما اروح المطار. اتصلت بيها من بيتك؟ ايوه يا فندم. انتوا متعودين تتصلوا ببعض وانت في البيت؟ ايوه يا فندم. ما كنتش خايف او قلقان لمراتك تتسلط وتسمع المكالمات دي؟ للاسف الشديد فريده عايشه منطويه مع احزانها، زائد اني انا وراوية كنا دايما بنعمل احتياطاتنا، وفريده مش من النوع اللي بيتصنت او يعمل حاجه زي دي. انت عندك فكره ان راويه اتقتلت بعد زيارتك ليها بحوالي ساعه مش اكتر؟ ايوه للاسف. وكنت عندها ليه في الوقت ده؟ انا كنت عندها بودعها قبل ما اسافر يا فندم، وقلت كمان يمكن تكون عايزه طلبات او اي حاجه تتسمع. مفهوم مفهوم. انت عندك مسدس مش كده؟ ايوه يا فندم. مقصوده معاك؟ ايوه يا فندم موجود. والمسدس فين؟ المسدس غالبا بيبقى في خزنه اوضه مكتبي واحيانا في الطابور العربي. وقبل ما تسافر المسدس كان فين؟ كان موجود في خزنه اوضه مكتبي. مش صحيح يا باشمهندس، لاني لما زرت مراتك في البيت المسدس ما كانش موجود في الخزنه. ما كانش موجود في الخزنه؟ يبقى اكيد يا فندم كان موجود في طابور عربي. اتفضل. تمام يا فندم، تقييم معمل جنائي وصل. هات يا سيدي. ما افتكرش يا باشمهندس ان مسدسك موجود في تابلوه عربيتك. تقصد ايه حضرتك يا فندم؟ بعدين هتعرف، استناني بره لو سمحت. حاضر. اتفضل. خير يا فندم، التقرير في ايه؟ التقرير بيأكد ان الوفاة تمت بالفعل الساعة 12:30 الليل، وبسبب رصاصتين، واحدة استقالت في القلب والتانية في المعدة، والبصمات اللي اترفعت من شقة المجني عليها تخص ريهام اختها وحميدة البواب والمجني عليها نفسها. طب وشهود يا فندم؟ بصماته مش موجودة. يعني بالشكل ده ممكن يكون كان لابس جوانتي لو كان هو القاتل. واكيد هنلاقي بصمات رامز هو كمان لما نضهيها، لانه كان عندها في البيت ليله الحادث. المهم في ده كله ان الرصاصتين اللي اتقتلت بسببهم المجني عليها خرجوا من المسدس ده اللي اتظبط مع حميده البواب. والمفاجاه الكبيره بقى اللي هقول لك عليها يا صلاح ان المسدس ده رخصته هي دي، فيها كل بياناته ونوعه،
الرخصة دي بتاعت مين يا فندم؟ بتاعت الباشمهندس رامز. يعني ممكن يكون رامز هو القاتل؟ جايز جدا يا صلاح، وجايز يكون حميدة البواب هو القاتل، لأن ليلة الحادث رامز قبل ما يطلع لشقة القتيلة ساب العربية مفتوحة علشان ينظفها. مش جايز حميدة يكون سرق المسدس من تابلوه العربية وطلع ونفذ جريمته بغرض السرقة؟ ممكن جدا. وممكن كمان يكون شهدي هو القاتل. ايوه يا فندم، بس ازاي شهدي هياخد مسدس رامز من تابلوه عربيته؟ شهدي بعد ما نزل من عند فريدة في المهندسين راح على الدقي، شاف عربية رامز وحميدة بيغسلها، الغيرة قابت جواه، قرر يقتلها. استنى لما جات له الفرصة، حميدة بعد عن العربية لأي سبب، شهدي جري على العربية فتش فيها علشان يحصل على أي أثر يدل على شخصية رامز، لقى مسدسه في التابلوه فخده. يعني بعد رامز ما نزل طلع شهدي ارتكب جريمته ورمى المسدس جنب الجثة. ومتهيألي مفيش أكتر من كده دليل يودي رامز لحبل المشنقة. المهم دلوقتي يا صلاح إن اللي ارتكب الجريمة استخدم مسدس رامز، يا رامز نفسه يا إما حد تاني قدر يحصل على مسدس رامز وقتل بيه راوية. مظبوط يا فندم، بس مين هو الجاني؟ أنا عرفته يا صلاح، وأقدر أقول لك دلوقتي مين المتهم. أنا؟ أنت ممثلة هايلة، لأنك قدرت تخبي غيرتك وتداريها لما عرفت إن جوزك على علاقة بالمجنى عليها وناوي يتجوزها. أنا مش فاهمة حاجة من اللي حضرتك بتقوله حضرة الظبط. أنا هفهمك كل حاجة يا مدام. ليلة الحادثة شهدي جالك وأكد لك العلاقة اللي بين طليقته وبين جوزك، أكدها بعد ما كانت مجرد شك جواكي، ساعتها قررت الانتقام من الاتنين، تقتلي راوية وجوزك يتهم بقتلها. بعد الشغالة ما روحت خدت المسدس من الخزنة بتاعته ورحتي على بيت المجني عليها في الدقي، بيتها اللي ممكن قوي تعرفي عنوانه بكل سهولة من الشركة اللي بيديرها جوزك. لما وصلتي لقيتي عربية جوزك واقفة تحت، استنيتي لحد ما مشي، طلعتي فتحت لك راوية واجهتيها ضربتيها بالرصاص وقتلتيها، وبعد كده مسحت بصماتك من على المسدس ورميتيه جنبها وخرجتي من غير ما تتأكدي ان الباب اتقفل كويس، ونزلت في الاسانسير في نفس الوقت اللي كان البواب طالع فيه على السلم. حضرتك بتقول كلام ما حصلش حضرة الظابط، لان الكلام ده كله من نسج الخيال. انا متأكد من كل اللي انا بقوله يا مدام، انت اللي قتلت راوية بعد الغيرة ما حرقت قلبك. وانا هقول لك سبب تأكدي ده، في زيارتي الاولانية ليكي ورغم محاولاتك التمثيلية البارعة في اظهار حبك لجوزك رامز وثقتك فيه، الا اني كنت بتحاول تخليني اشك فيه بشكل غير مباشر. ازاي؟ نمرة واحد، قلتيلي انه ما بيشيلش مسدسه معاه لانه احيانا بيتهور، وبعد كده رجعت وقلتيلي ان المسدس مش موجود وانه خده معاه. نمرة اتنين، انت سألتيني وقلتيلي بالحرف الواحد انت بتشك ان رامز هو اللي قتل راوية وضربها بالرصاص. انا شايفة ان ده سؤال عادي ما فيهوش اي حاجة. محمود بيه قالك ان اللي اتقتلت كانت مهندسة في الشركة وما قالكيش ان اسمها راوية، عرفت منين حضرتك ان اسمها راوية وانها كمان انضربت بالرصاص؟ نمرة تلاتة، حضرتك سألتيني بكل براءة وكأنك بتدفعي عن جوزك، ورامز يقتلها ليه وعلشان ايه وامتى وهو كان في الجو لما اتقتلت؟ عرفت منين بقى يا مدام الوقت اللي هي اتقتلت فيه وانها اتقتلت الساعة 12 وانها ما اتقتلتش قبل كده؟ انا بوجه لك الاتهام بجريمة قتل راوية يا مدام فريدة. اتهامك باطل يا حضرة الظابط، تقدر تقول لي هعمل كل ده ازاي وانا ست مشلولة بقالي شهور طويلة وسجينة للكرسي ده؟ ما هو الشلل اللي عند حضرتك او اللي كان عند حضرتك هو ده الموضوع، لانه شلل نفسي مش شلل عضوي، والدكاترة نفسهم اكدوا ده وقالوا انك ممكن تقفي وتخفي في اي وقت.
وده يعني بقى معناه ايه من وجهة نظركم؟ معناها يا مدام انك انتي خفيتي من مدة ودريتي عن كل اللي حواليكي واوهمتيهم انك انتي لسه مشلولة، وده طبعا بعد ما ابتديتي تعرفي العلاقة اللي بين جوزك وبين راوية لما كنتي بتتصنطي على مكالماتهم التليفونية. ما حصلش. حصل حصل يا مدام، انتي خفيتي من مدة واوهمتيهم بعكس كده علشان تقدري تخططي وتنفذي لجريمتك والشبهة تبقى بعيدة عنك. صحيح ازاي واحدة مشلولة تقدر تخرج وترتكب جريمة قتل؟ ازاي؟ صحيح انا نفسي ما كنتش قادر اصدق، بس مسكت اول الخيط في زيارتي هنا اول مرة لما دخلت معاكي هنا اوضة المكتب ده، وانتي كنت دخلتيها قبل كده وجبتيلي علبة المسدس من الخزنة. تقدري حضرتك تقوليلي طلتيها ازاي وهي على الارتفاع ده وانت قاعدة على الكرسي ده؟ مستحيل طبعا تقدري تطوليها وتفتحيها وانت بالشكل ده والدليل اهو. اتفضلي اتفضلي حضرتك، تقدري حضرتك تطوليها وتفتحيها؟ طبعا ما تقدريش. وحتى بعد انا ما خرجت ورجعتلك تاني يا مدام علشان اديك الكارت بتاعي وكنت انت برضو لوحدك جوه اوضه المكتب، انا لاحظت ان باب الخزنه ده مقفول. تقدري تقوليلي قفلتيه ازاي؟ ده معناه انك لما فتحتيها وقفلتيها كنت واقفه على رجليك. لا 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 اسمعي يا مدام اسمعي، انت قلتيلي قبل كده ان جوزك في حته تهور، انا بقى بقولك ان انا متهور اكتر منه الف الف مرة. انت فهماني؟ متهور اكتر منه الف مرة. انت اللي قتلت راوية وضربتيها بالرصاصتين. عارفة الاحساس اللي كان جواها وانت بترتكب جريمتك دي؟ عارفة الروح اللي كانت عايشة فيه وهي بتشوف الموت قريب منها؟ إلا لما كنتيش عارفة أنا حوريك الرعب ده والإحساس ده وهقتلك زي ما قتلتيها. يعني بتقف على رجليك أهو يا مدام. أنت كنت بتمثل عليا إنك هتضربني بالرصاص. ده معناه إن محمود بيه كان بيمثل عليك زي ما حضرتك بالظبط كنت بتمثلي علينا قبل كده. ضابط المباحث يا مدام احيانا كتير قوي بيمثل في شغله حتى لو كان المتهم اللي قدامه من ابرع الممثلين. وحضرتك ممثلة هايلة قوي يا مدام فريدة. بس دور ديدمونة اللي اتقتلت بسبب غيرة جوزها عطيل واللي انتي ممثلتهوش اديكي مثلتيه في الحقيقة، بس عكس الادوار خليتي ديدمونة هي اللي قتلت. يا سيد خلصت ولا لسه؟ تمام يا اسطى الحمد لله، بس انت دي المفاتيح اغسل دواسات واروق الشنطه. مفاتيح اهي واعمل هامه شويه. ماشي يا اسطى. ايه ده يا اسطى؟ مشغولي يا اسطى مدبولي. ايه يا واتلي؟ ايه يا الحقني يا اسطى وشوف المصيبة السودة دي. يا ليلة شوخة اكلين. ايه الاخبار يا فهد؟ تمام يا فندم. دي بطاقة المجن عليه سامح السيد الكوفي صاحب بزارة فنم للانتيكات والتحف. الفحص المبدئي للجثة بين اسباب الوفاة؟ الحقيقة يا احمد دي الجثة ما فيهاش اي اثار لجرح او حتى فتش صغير. يعني مات مخنوق؟ لا رقبته سليم وما فيهاش اي اثار تدل على العنف. انا برجح بشكل مبدئي انه مات مسموم، وعموما التشريح هيبين كل حاجة. فين رئيس العمال اللي اكتشف الجثة؟ موجود يا فندم. يا مدبولي. ايوه يا باشا تحت امرك يا باشا. قول لي يا مدبولي مين اللي جاب لك العربية وسابها لك هنا في المحطة؟ واحدة ست هاني المال وهدومها يا باشا دخلت العربية لمؤاخذة عشان تدرس. واحد اداني مفاتيحها ومؤاخذة يعني كده قالت لي ان السواق بتاعها هيجي يستلمها. ما شفتش انت الست دي قبل كده؟ لا يا باشا. يعني ما جاتش مثلا غسلت شحمت مونت من عندكم؟ لا ابدا يا باشا انا شفتها قبل كده ولا لمحتها. طب لو وريتها لك ممكن تتعرف عليها؟ ما هو باشا انا ما اقدرش اقول وما اقدرش اقول لا اصل انا ما تأملتش فيها قوي. وبعدين لمؤاخذة يعني انت شايف سيادتك نظر ضعيف. بس كل اللي اعرفه عنها اسمها اللي قالتهولي. اسمها قالت لك اسمها؟ ايوه يا باشا ما انا سالتها
قلت لها انا دلوقتي هتعرف على السواق بتاع حضرتك ازاي لما يجي يستلم العربيه. لازم يقول لي اماره. تمام. ده مؤاخذه يعني يا باشا. مظبوط كده. قالت لي ايه؟ هيجي يقول لك انا سواق عبله هانم. عبله هانم. قلت لها اي خدمه يا عبله هانم. راحت سايباني وماشيه وفايتاني بقشيش محترم. البقشيش اهو يا باشا. انا سيبك انت من البقشيش. مش عايزه يا باشا. اسمها عبله مش كده؟ اه يا باشا. طبعا قالت له اي اسم. طبعا يا فندم. وطبعا جابت له عربيه ما هياش عربيتها. مظبوط يا فندم. دي عربيه المجني عليه نفسه، وده اللي اتاكدنا منه من الرخصه اللي كانت في محفظته. قول يا صمدبولي، تحت امرك يا باشا. لو حبيت توصفها يعني ما تقدرش تقول لي كانت لابسه ايه، شكلها ايه، طويله قصيره، تخينه رفيعه، بيضه سمراء، حاجه كده يعني. ما انا قلت سعادتك يا باشا لا مؤاخذه سنه ما تاملتش فيها ونظري على قدي. بس هي يا باشا لابسه شرب ونضاره سودا. نضاره سودا بالليل. طبعا ما تقولي روح انت، محتاجك ابعت لك. اتفضل. تحت امرك يا باشا. ابعت. كمل اجراءاتك، تحريات كامله عن المجني عليه وعن كل ما عارفه، تبقى على مكتبي في اقرب فرصه. اتفضل يا فندم. ده ايه ده يا سيدي؟ تذكرتين مرور من بوابات الصحراوي لقيناهم في جيب الباب الشمال لعربيه المجني عليه، واحده بتاريخ اول امبارح 13/7، ومتسجل فيها خروج من بوابه القاهره الساعه 1 بعد الظهر، ووصول بوابة اسكندرية الساعة 3 إلى ربع، والتانية بتاريخ 14/7 اللي هو امبارح، خروج من اسكندرية الساعة 45 دقيقة، ووصول بوابة القاهرة الساعة 8:30. تمام. ودي دي عملة اثرية يا فندم، تاريخها بيرجع للعصر الروماني، لقيناها في شنطة العربية بين الرفرف وبين تانك البنزين. ودي من الدهب، دي من الحاجات اللي ممنوع تداولها او التعامل فيها. راجل بتعامل في الاثار المقربه. تفكيرك في محله يا فندم، لان عرفت عنه من خلال التحريات انه بالفعل كان موضع شبهات وعلى علاقه ببعض مهربي الاثار. وايه الفواتير دي؟ دي فواتير باسمه سددها الفندق اللي كان نازل فيه في اسكندريه، لقيناها في تابلوه عربيته. طيب ما المسائل باينه، راجل سافر اول امبارح ورجع امبارح بالليل، قضى ليله في اسكندريه وبيتعامل في الاثار وفي التهريب، وفي الاخر اتقتل. العمليه واضحه، الدايره مقفوله. اتقتل لانه بيتاجر في الحاجات المورده. ممكن يا فندم. طب استني شويه. ايوه يا درش، ازيك انت؟ وانت اكتر. لا 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 لا، هنتقابل ضروري ان شاء الله. ليه خدمه عندك؟ والله في واحد اسمه سامح الكوفي، ده تاجر اثار وعاديات وتحف من القاهره، سافر اسكندريه اول امبارح، نزل في فندق النجوم الخمسه، قضى ليله عندكم. الراجل ده واضح انه بيتاجر في الاثار المهربه، عايزك تعرف الوقت اللي قضاه عندكم في اسكندريه قضاه ازاي ومع مين. تحريات كامله يا درش، ما تحرمش يا حبيبي، ضروري هنبقى على اتصال، بس شد حيلك معايا. متشكر، بألف سلامة. في ايه تاني يا فندم؟ ثريا عبد القادر يا فندم، عمرها حوالي 45 سنة، عندها محل صغير للعاديات والانتيكات. ودي ايه علاقتها بالمجني عليه؟ كانت مراته يا فندم، واتطلقوا من حوالي 5 أشهر. ثريا عبد القادر. ها؟ ايوه انا ثريا، اي خدمة؟ حضرتك طليقة سامح الكوفي مش كده؟ ايوه يا فندم، بس احب اقول لسعادتك حاجه، اذا كان متورط في حاجه كده ولا كده انا ماليش بيه اي علاقه، احنا منفصلين وصلتنا مقطوعه مع بعض من حوالي 15. مدام انا على علم بكل ده، واعتقد حضرتك برضو على علم انه اتقتل امبارح، لان لقينا جثته في شنطه عربيته في محطه بنزين. ايه؟ سامح اتقتل؟ واللي ودت العربيه محطه البنزين واحده ست. ست؟ واضح انها كانت مغيره اسمها زي ما غيرت شكلها علشان عمال المحطه ما يتعرفوش عليها. عموما هي دي نهايته اللي كان يستحقها. يا بتكرهي للدرجه دي؟ ايوه، لان حياته معايا كانت استغلال وخداع وغش، كان اهم حاجه عنده في الدنيا الستات والفلوس، والفلوس اهم حاجه، ومش مهم بقى اذا كانت جايه له عن طريق حلال ولا حرام، ده استغلني انا اللي اسمي كنت مراته ونصب عليا في 200,000 جنيه، وساعتها ما قدرتش اطول منه ولا مليم رغم انه كان كاتب لي بيهم شيك، طول عمره ملاوع ويلعب بالبيضة والحجر. عشان كده من قيمه شهرين حرقتي له عربيته القديمه. ايه؟ وعمل لك محضر ودخلي في قضيه، بس بعد كده اتنازل عنها مش كده؟
حصل ودي كانت غلطه مني، بس تنازله ده ما كانش عن طيب خاطر او لعشرتنا او لحسن اخلاقه. امال تنازل ليه؟ لانه ساومني اني اتنازل عن قضيه الشيك فمقابل انه يتنازل عن التهمي بحرق عربيته. يعني تنازلتي غصب عنك؟ كان لازم اتنازل والا كان هيدخلني السجن. انت تنازلتي بس اللي في القلب في القلب. طبعا 200,000 جنيه مبلغ مش شويه، ما يتسابش بالسهل كده. فعلا، وده اللي خلاني اروح له وقابله. سرية، ايه اللي جابك؟ انت عارف يا سامح ايه اللي جابني؟ ال 200,000 جنيه اللي ليا عندك. انت اتنازلتي هانم عن قضيه الشيك، وده معناه اني مالكيش عندي اي حقوق. انا اتنازلت لان القضيه اللي انت رفعتها ضدي بخصوص حرق عربيتك كانت هتدخلني السجن. ما انت كمان كنت عايزه تدخليني السجن. طيب خلينا في المهم دلوقتي. المهم دلوقتي هو ان كل اللي بينا انتهى وان مفيش اي كلام بينا في اي موضوع. طيب انا هعرض عليك عرض تاني، انا هاخد 100,000 جنيه واسيب لك 100,000 جنيه وبكده نبقى قسمنا البلد نصين. بلد ايه نصين اللي انت عايزه تقسميها يا ست سرايا؟ انت اتنازلت عن 200,000 جنيه كلهم، 100,000 ايه بقى اللي انت عايزاهم دلوقتي؟ حق يا سامر. انت مالكيش عندي اي حقوق. كده يعني ده اخر كلام عندك؟ وما عنديش غيره، ومطرح ما تحط راسك حط رجليكي واعلى ما في خيلك اركبيه. وطبعا اللي خلاكي تنتقمي منه من شهرين بحرق عربيته يخليكي تفكري في انتقام اكبر. ايه؟ قولي يا مدام، المبني عليه كان بيتاجر في اثار مهربه؟ كان بيتاجر في كل حاجه وفي اي حاجه، وكان ده من ضمن اسباب اللي خلتني اطلب منه الطلاق. المعلومه بتقول انه رجع من اسكندريه امبارح الساعه 8:30 واتقتل. فكرك يعني يكون متورط مع تاجر من التجار اللي بيشتغلوا في التجاره المشبوهه دي؟ جايز، ليه لا؟ حضرتك امبارح بقى من 8:30 ل 12 كنت فين؟ كنت هنا في المحل. في المحل؟ المعلومة بتقول انك يوم السبت بتشتغلي نص يوم، يعني الساعة 5 بتسكي بتقفلي. ده صحيح يا فندم، بس لما بتكون بقى حركة الشغل ماشية بضطر افتح واسهر كمان يوم السبت، حتى النهاردة لحد اهو اجازة مثلا وفتحت المحل. مين من عمال المحل كان سهران معاكي؟ لا مفيش حد من العمال، انا طبيعي يوم السبت لما بفتح بعد الظهر بقعد في المحل لوحدي. يعني ممكن تسكي وانت سايبة الانوار والدنيا منورة وتقضي مصلحة وترجعي، محدش يحس ولا ياخد باله يعني. حضرتك تقصد ايه يا فندم؟ لا لا لا، دي مجرد دردشه بس. بقول حضرتك عشتي مع المبني عليه كزوجه قد ايه؟ 14 شهر. 14 شهر؟ في الفتره دي كان بيسافر برضه يشتغل ويروح اسكندريه؟ كان بيسافر اسكندريه والاقصر واسوان، في كل حته ما كانش بيخل. كان في مشاكل بينه وبين حد؟ اكيد مشاكله مع التجار ما كانتش بتنتهي. اذا كنت انا اللي كنت مراته نصب عليا في 200,000 جنيه، مش هينصب على حد غيري كمان؟ غيرك زي مين يعني بقى؟ زي فوزي عبد الدايم مثلا، نصب عليه في عمليه باكتر من 500,000 جنيه. ايه طبيعه العمليه اللي كانت بينهم؟ مشغولات فخار ومشغولات فضه ومشغولات ذهب، كلها سعادتك على النظام الفرعوني. هو ده يا فندم نظام شغلنا اللي احنا بنشتغل فيه. ودي حقيقيه بقى ولا تقليد؟ لا حقيقيه يا سعاده الباشا، تقليد طبعا. الحقيقيه دي بتودي ورا الشمس. المجني عليه بقى كان بيشتغل في الحقيقيه اللي تودي ورا الشمس. الحقيقه يا فندم انا دي ما اعرفهاش. المبني عليه رجع من اسكندريه امبارح الساعه 8:30 بالليل واتقتل، واتحطت جدته في شنطه عربيته وراحت محطه بنزين. اللي ودى العربيه محطه البنزين واحده ست. يستحيل واحده ست تقتل وتشيل الجثه الا اذا كان معاها راجل بيساعدها، مش كده ولا ايه يا استاذ فوزي؟ جايز يا فندم، جايز جايز. تفتكر مين من اللي حواليكوا ممكن يرتكب جريمه بالشكل ده او يشارك في الجريمه دي؟ والله يا فندم كل اللي اعرفه عن الراجل ده انه فعلا له اعداء كتير، وزي ما دخل عليا بالحنجل والمنجل ونصب عليا في 500,000 جنيه اكيد نصب على حد تاني وعمل معاه كده. حضرتك امبارح بقى من 8:30 بالليل ل 12 كنت فين؟ كنت هنا يا فندم. مين اللي قال؟ بيقولوا انك سايب المحل وما رجعتش الا الساعه 10 بالليل. ايوه مظبوط مظبوط. كنت فين؟ انا كنت بلف على التجار في الساغه وخان الخليلي وهنا في نزله السمان. بتلف؟ طيب يا استاذ فوزي انا شاكر فضلك. السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. ولا نعم يا بيه. مش دي عربيه فوزي صاحب المحل؟ ايوه يا باشا. وده ايه ده بقى؟ مخالفه مرور اسكندريه صف تاني بتاريخ 14/7. يعني كان في اسكندريه امبارح. ايه يا فوزي؟ اهلا اهلا سعيد. يعني ما كنتش بتلف على تجار امبارح ولا حاجه؟ ازاي يا فندم كنت بلف؟ ليه كنت في اسكندريه وبتنكر؟ اسكندريه انا بتاع اسكندريه. عربيتك عليها مخالفه مرور اسكندريه بتاريخ امبارح لانك واقف صف تاني. ايوه مظبوط يا فندم صح. طب بتنكر ليه؟ اصل بصراحه خفت يا فندم من السين والجيم، وانا كمان في اسكندريه بصراحه قابلت سامح. قابلته؟ انا كنت رايح اسكندريه طبيعي بودي شغل، وبعدين عرفت ان سامح هناك بيجهز بشغلانه كبيره قوي، قلت اطب عليه في الفندق اللي هو نازل فيه واخد فلوسي، وخصوصا ان انا هنا ما بعرفش اتلم عليه خالص. رحت له الاوتيل وقابلته يا فندم.
كانت تقريبا الساعة حوالي 2:30 الظهر. نعم يا سي فوزي، طلباتك حق. عايز حق يا سامح، النص مليون جنيه اللي خدت بيهم شغل مني من 4 شهور وما شفتش منك ابيض ولا اسود لحد دلوقتي. لما نرجع مصر نبقى نتقابل ونتكلم. نعم يا اخويا، انا في مصر بعرف اتلم عليك، انت على طول هربان مني، وبعدين لما اخسى بقى انت زي السيبه ما بعرفش امسكك. ممكن نوطي صوتنا ان احنا في مكان محترم. بقول لك ايه يا ست فريده، بقول لك ايه، مالكيش دعوه انت في الدور، انا بتكلم مع الراجل اللي مشغلك، وبعدين انا حر اوطي صوتي اعلي صوتي، انا راجل صاحب حق واعرف ازاي اخد حقي. انت مش معاك شيك بالمبلغ اللي عليا؟ ايوه معايا شيك. روح قدمه للنيابه واخلص. نعم يا اخويا، اقدمه للنيابه. الشيك اللي معايا ده ما يساويش تمن ورقته فاضيه. وبعدين انا عرفت بقى من الناس اللي حذروني منك ان الخط اللي مكتوب بيه الشيك ده مش خطك ولا الامضه اللي عليه امضتك. يعني انا رحت ضحيه عمليه نصب اتنصب عليا، وانت عارف انا ما اتاكلش اوانطه، هاخد حقي. يعني هاخد حقي سواء بالسوق او بالعافيه. يعني هددته بصراحه، هو ده اللي حصل يا فندم، وطبعا نفذت تهديدك. لا يا فندم، ما نفذت ازاي، دي كانت مجرد كلمه في لحظه غضب. طبعا انت تقدر تقول اللي انت عايزه وتنكر، بس وارد تكون نفذت تهديدك، وطبعا انك عارف انه ضعيف قدام الستات، تلاقيك زقيت عليه واحده ست استدرجته، استروقت الجو، نفذت اللي في دماغك وقتلته. لا يا فندم، ما حصلش ابدا. انا فعلا هددته وتعصبت عليه لكن ما قتلتوش. انا بعد ما خلصت كلامي معاه لفيت في اسكندريه وخلصت شغلي ورحت راكب عربيتي وراجع على هنا على مصر تاني. كنت في المحل الساعه 10 بالليل تقريبا بالظبط. هو ده اللي حصل يا فندم، صدقني. وتفتكر يا فندم انه صادق فعلا في كلامه ده؟ وارفعت فوزي ده ممكن يبقى بريء، وممكن يبقى متهم لو كان استعان بواحده من معارفه. طب وسرية طليقه المجني عليه؟ ممكن برضه تبقى بريئه، وممكن تبقى متهمه لو اجرت واحده استدرجته وقامت هي بالجريمه. ادخل. تفضل يا فندم. تعالى. الظرف ده جابه من شغل، بيقول من طرف الصرف في اسكندريه. طيب شكرا، اتفضل انت. يا سيدي، يقول لك سامح الكوفي كان نازل بالفعل في فندق النجوم الخمسة في اسكندرية، وفي الليلة السابقة لرجوع القاهرة كان سهران في الملهى الليلي اللي في الاوتيل، وكان معاه 2 ستات سهرانين، كل واحدة منهم كانت نازلة في اوضة في نفس الاوتيل، واحدة اسمها فريدة والتانية اسمها سوزي. دي كم. الله الله الله، عظيم عظيم. ده مصطفى بعت لنا نسخة من الصورة اللي خدوها مع بعض في الملأ الليلي اهو. فريدة وسوزي. طب فريدة دي هي الست اللي بتشتغل مع سامح، واللي كانت موجودة معايا يا فندم لما اتخانق هو وفوزي. هو مش فوزي قال لسيادتك ان اللي كانت موجودة معاه واحدة اسمها فريدة؟ مظبوط، هو كان معاه 2 ستات، قطعا واحدة منهم هتبقى فريدة. والتانية دي بقى اللي اسمها سوزي تطلع مين؟ تطلع ايه؟ تطلع صاحبته. ما هو بص، في واحدة قاعدة جنبه والقاعدة خليعة، قطعا دي صاحبته سوزي، والقاعدة جنبها تبقى فريدة بقى. وده مين ده كمان؟ كل حاجة هتبان يا رفعت، كل حاجة هتبان. المهم بقى اللي هيوصلنا للي احنا عايزينه، فريدة رفعت. أنا فعلا يا فندم كنت معاه في اسكندرية، سافرنا كلنا مع بعض في عربيته، ويوم ما وصلنا سهرنا مع بعض، وبعد السهرة كل واحد طلع على قطه وخلص. وتاني يوم بعد ما فوزي جيل سامح واتخانقوا مع بعض، خدت عربيتي ورجعت على مصر لوحدي. عربيتك ده ايه؟ انت مش قلت انك مسافرة بعربية سامح؟ ايوه، من 4 ايام كنت في اسكندرية وبزت العربية وسبتها للميكانيكي يصلح، ورجعت مصر بالسوبر جيت. اول امبارح رحت مع سامح اسكندرية، خدت عربيتي من الميكانيكي ورجعت بيها على هنا. اعرف بقى نوع الشغل اللي سافرت له ده كان ايه؟ صفقة عادية، انتيكات فرعونية، اكسسوارات، عملة ذهبية من الذهب الخالص، يرجع تاريخها للعصر الروماني القديم. يعني ممنوعات، يعني جريمة يعاقب عليها القانون يا مدام فريدة. حضرة الضابط، انا معرفش كل الكلام ده، ولا عملات ذهبية ولا مش ذهبية. انا كل اللي اعرفه ان انا بشتغل عند استاذ سامح سكرتيرة وبس. ايه الكلام؟ لا 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 لا، مش كلام. واحدة زيك بتشتغل في السوق، عندها خبرة، فاهمة بتشتغل في ايه، واللي بتشتغل فيه ده ايه اصله، ايه فاصله، قيمته ايه. يعني انت دلوقتي هتقولي لي ايه قيمه الصفقه اللي اشتغل فيها سامح؟ سامح اخد الصفقه دي ب2 مليون دولار. ده كلام، انا احب الصراحه. سامح استلم العملات صح؟ ايوه. وكان ناوي ينزل القاهره عشان يصرفها.
ايوه ما لحقش يصرفها لانه اتقتل بسببها واتسرقت منه. الشبهه بتاعهم حوالين واحده هي اللي قتلت، وكان بيساعدها واحده زيها او واحد راجل. الواحده دي فاهمه سامح بيتحرك في ايه وبيشتغل في ايه وايه قيمه اللي بيشتغل فيه. الكلام ده انت تعرفيه كويس. انا عارفاه وعارفه سامح كان شايل ايه ومعاه ايه، بس ده مش معناه اني اقتله. لاني هقتله ليه وعشان ايه؟ طب تقدري تقولي لي مين الراجل اللي كان سامح هيتعامل معاه ويديله العولد؟ معرفوش معرفوش. طيب تقدري تقولي لي مين الراجل اللي انت قاعده جنبه ده في الصوره؟ ده نصحي بيه. مين نصحي بيه ده؟ تاجر انتيكات مشهور في اسكندريه، وهو الوسيط ما بين سامح وتاجر العملات. الله، يعني جريمه قتل بتكشف عن عصابه لتهريب الاثار. ده كلام جميل. ايوه رفعت، كلمني اسكندريه، خلي مصطفى يقبض لي على واحد اسمه نصحي تاجر اثار. اسمه نصحي ايه؟ نصحي محمود نديم. نصحي محمود نديم تاجر اثار مشهور وعديات. ضروري. انت شاكر. قولي لي بقى مين الست اللي قاعده جنب المجني عليه ده؟ دي سوزي. سوزي؟ مين سوزي؟ صاحبه سامح، كان موعدها بالجواز من زمان، بس هو قال لي بمجرد رجوعه للقاهره هيسيبها. جواز ايه ده؟ فلاتي مش دي حدوتتنا. انا عايز اعرف منك بقى مين سوزي دي ونقدر نوصلها ازاي. نعم، اي خدمه يا استاذ. انا موجوده. موجوده يا فندم. والله حرصابه رئيس المباحث عايز يقابلك. اهلا وسهلا يا احمد بيه. اهلا بحضرتك. حضرتك تشرب ايه؟ متشكر قوي. لا يبقى اجيب لك بقى فروت صلاة زي حاكم. انا بحب الفروت صلاة ده قوي. بألف انا وشفا، انا جاي لحضرتك في كلمتين وماشي على طول. وانا تحت امرك. هو حضرتك عايشة هنا لوحدك؟ ايوه، لاني ارملة، جوزي توفى من 3 سنين، مفيش معايا في البيت ده كله الا الشغال بتودى بالبيت وبتمشي بالليل. طبعا حضرتك عارفة انا جاي ليه وهتكلم في ايه. عارف، بخصوص سامح الله يرحمه، كنا خلاص متفقين على الجواز وبنجهز للفرح. الدنيا ما كانتش سيعة من الفرح، وانا كمان كنت فرحانة اكتر منه، لكن يا خسارة ما تمتش فرحتنا. ما كنتش اتصور ابدا وداعي دي في اسكندرية هيكون الوداع الاخير اللي مش هشوفه بعدي ابدا. لا 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 لا، مش كده امال. تمسكي. اصل انت مش عارف الصدمة كانت شديدة عليا قد ايه لما سمعت الخبر الفظيع ده. بلاش يا هانم، تمسكي، الامر لله، اجمدي. ربنا يقدرني. قولي لحضرتك، مش ساعتك برضو كنت اخر شخصية موجودة معايا في اسكندرية؟ تقريبا، لان امبارح الظهر بعد الغدا في الاوتيل قلت اطلع ارتاح شوية في اوضتي قبل ما اسافر القاهرة. يدوب ارتحت نص ساعة بس، وهدبت بعد كده شنطتي ونزلت على الكافيتيريا. لقيت سامح قاعد لوحده. قلت له فين فريده؟ قال لي ركبت عربيتها ومشيت. ولما سابته في الاوتيل ورجعت مصر، رجعت مصر على طول ولا قعدت شويه في اسكندريه؟ الحقيقه ما اعرفش ان كانت فضلت في اسكندريه ولا رجعت، لكن انا لاحظت على سامح انه متوتر ومتغير ومش زي عادته. ولما سالته قال لي مفيش يا سوزي مفيش. مفيش ازاي بس؟ هو انا مش عارفاك؟ فقول لي في ايه؟ في حاجه مضايقاك في الشغل اللي احنا جايين علشانه؟ بالعكس، الشغل كويس والصفقه واتعمل زي ما انا عايز واحسن. طب امال ايه بس اللي مضايقك؟ فوزي، فوزي كان هنا من شويه وشد معايا في الكلام وهددني وعكر دمي، بس انا هعرف ازاي اربيه واخليه يندم على اسلوبه الوضيع اللي عمله معايا وعلى كل كلمه قالها لي. بس انا من رايي يا سامح يا ريت تتفق معاه وتراضيه احسن، لاني حسيت من كلامك ان هو بلطجي مجرم، يعني ممكن ياذيه. فوزي ما يقدرش يعمل اي حاجه، وبعدين اراضيه بايه؟ بستغل اني مزنوق ومعيش سيوله كافيه، وده اللي بعت نص مليون وهي اساسا ما تساويش 150,000. طب وانت بس خدتها منه ليه؟ ساعتها كنت مضطر، انما دلوقتي مش هدفع له غير ال 150,000 بس، هو ده ثمنها وما يستاهلوش ازيد من كده. طب وشيك بقى بنص مليون جنيه اللي انت كاتبه على نفسك؟ يبل ويشرب ميته، بكره يجيني راكع ومدد ايديه، وساعتها مش هياخد مني الا اللي انا عايز اديهوله. انت متاكد من اللي انت بتعمله ده؟ جدا. طيب متاكد ان هو مش هيأذيك؟ ساعتها بقى يبقى هو الجن على نفسه.
عموما انت ادرى باللي بتعمله، واتمنى انه يكون صح، لاني خايفة عليك قوي. وكنت خايفة عليه من مين بالظبط؟ اي حد علاقته بيه مش ولا بد، طليقته سرايا، فوزي، اي حد وخلاص. فكرك يكون فوزي هو اللي خطط ونفذ الجريمة بمساعدة واحدة معاه؟ احتمال، مش بعيد عليه يعمل اي حاجة زي كده ابدا. ولا سرايا طليقته؟ برضو احتمال، لانها بتكرهه وفي بينهم مشاكل. ولا فريدة اللي بتشتغل معاه وكانت معاكم في اسكندرية؟ فريدة؟ ليه لا؟ مش بعيد انها تتورط في حاجة زي دي ابدا، خصوصا انها عارفة كل كبيرة وصغيرة عن شغل سامح، وبتتعامل مع كل زباينه الاجانب لانها تعرف اكتر من لغة. وبعدين فريدة دي ممكن تعمل اي حاجة في سبيل الفلوس. هو سامح كان اشتكالك منها قبل كده؟ كتير، وفكر يطردها اكتر من مرة لانها كانت بتسمسر منه وبتاخد عمولات من وراه وبتبيع كمان حاجات كتير لحسابها، لكن كان بيتراجع في اخر وقت لانه بيحتاج لها في شغل. افهم من كلامك ان الجاني ممكن يكون واحد من التلاتة دول، فوزي او سرية طليقته او فريدة؟ جايز يا حضرة الضابط، انا خلاص ما بقيتش استبعد اي حاجة عن اي حد. عندك حق. طب الصفقة اللي كان رايح سامح يخلصها في اسكندرية، ايه معلوماتك عنها؟ معلوماتي انها صفقة عادية زي اي صفقة من اللي بيعملها. عندك فكرة ان الصفقة دي كانت من العملات الذهبية الخالصة، يرجع تاريخها للعصر الروماني القديم، وان التعامل فيها يعرض صاحبها للخطر بمعنى اوضح انه يدخله السجن؟ لا انا ما اعرفش حاجة زي دي، معلوماتي عنها انها تحف متقلدة زي اللي بيشتغلوا فيها. صفقة دي يا مدام باتنين مليون دولار، يعني تقريبا 7 مليون جنيه. سامح اتقتل بسببها واتسرقت منه لان قيمتها الاثرية اكبر من تمنها 1000 مرة. انا ما اعرفش وما عنديش فكرة عن حاجة زي دي. المهم حصل ايه بعد ما قعدتوا مع بعض في الكافيتيريا؟ هو ودعته وخدت شنطتي ومشيت من الاوتيل. رحت فين؟ عملت الشوبينج في محلات اسكندرية، وبعد كده رجعت على القاهرة بعربيتي. وترجع لوحدك ليه؟ ليه ما رجعتيش مع سامح؟ هو اللي طلب مني كده، قال لي سافري وانا هحصلك، لانه كان مستني واحد صاحب. ما لكيش اسمه ايه صاحبه اللي مستنيه ده؟ ايوه. ايه؟ مصحي محمود نديم اللي معاكم في الصورة ده؟ حضرتك جبت الصورة دي منين؟ ده شغلنا احنا مدام سوزي، هو ولا لا؟ ايوه هو مصحي. انا يا باشا، يعني انت كنت اخر واحد مع المجني عليه في اسكندرية؟ وانا اعرف من هنا باشا المغزى، مش ممكن يكون في حد تاني جه قبله بعد ما انا سبته ومشيت؟ ثم انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده كله، جبتوني على ملا وشي كده من الدار للنار، حتى كل ما عارف في اسكندريه افتكروني ان انا عامل عامله لا سمح الله بعد ما البوليس جه وطب عليا. معلش معلش يا اخي مصحي، حقك علينا، احنا بنعتذر لك، هما كلمتين ورد غطاهم وترجع اسكندريه معزز مكرم. تحب ننزل لك اعتذار في الجريده الرسميه؟ لا يا باشا مش للدرجه دي، بس حبيت ان انا اقول ان كنت وسيط في عمليه تهريب للعمله الاثريه. عملات اثريه دي يا باشا مفيش داعي للانكار. فريدة اعترفت على كل حاجة وقالت انك كنت وسيط بين بايع وشاري لعملات اثرية، واللي اشترى سامح الكوفي واتقتل بسبب الصفقة دي، واللي قتل عارف الصفقة من الالف الياء زيك كده. لا يا باشا انا لا ليا دعوة لا بموته ولا بسرقته، انا صغير رحت قابلته في الفندق في اسكندرية والمقابلة ما خدتش اكتر من ربع ساعة، وبعد كده سبته ومشيت. المقابلة دي كانت عشان ايه بقى؟ ولا حاجة يا باشا، مجرد سلام وكلام دردشة مش مصحي. هتيجي معايا عدل ولا هتلف وتدور؟ تيجي معايا عدل نبقى حبايب، تلف وتدور هزعل منك وانا زعلي هيتعبك. لا يا باشا عليك، حتى مفيش احسن من الصراحه. حلو، كنت وسيط في الصفقه ولا لا؟ كنت وسيط يا باشا. وانت عارف ان الصفقات المشبوهه اللي من النوع ده ممنوعه ولا مش ممنوعه؟ ممنوع. عظيم، دي قضيه تانية هنتكلم فيها بعدين وهتقول لنا مين البايع. المهم انا نفسي افهم، رحت تزور المجني عليه ليه قبل ما يسافر؟ هقول لك يا باشا. انا رحت له حسب الميعاد اللي بيني وبينه عشان اخد حقي ونصيبي من العموله. بصراحه انا كنت متفق معاه على 3% في الاول، لكن بعد ما خلص العمليه وقبض قال لي انت مالكش حاجه عندي غير 1.5 بس. اتهيت بصراحه. اتشكلت. كنا هنتعارك عركه ايه يا باشا؟ وفي الاخر وافقت على 1.5. طبعا لازم توافق والا اللي هتطول الابيض يا باشا. عملية من العمليات القذرة بتاعتكوا دي لا فيها عقود ولا ضمانات، مش كده ولا ايه؟ مظبوط يا باشا. المهم قبضك. قبض. وانت متضرر؟ كنت على اخري منه يا باشا. وحبيت ترد له القلم 10 على طول فكرت، انت عارف الراجل ده بيموت في الستات، حطيت له واحدة سكت في سكته. لا يا باشا ما حصلش. واحدة استدرجته، فهمته انها نازلة القاهرة، خدني معاك. خدها وهو في السكة بقى عايش في فيلم وفي الاحلام، بيمني نفسه بالاماني وانت وراه في السكة.
وصلت القاهرة نفذت الجريمة، قتلتوه وحطيت الجثة في شنطة العربية وديتوه محطة البنزين بعد ما سرقت العملات الأثرية. لا يا باشا ما حصلش، أنا صريح بعترف إن أنا كنت وسيط في العملات الأثرية وخدت عملتي، لكن لا ليا دعوة لا بسرقته ولا بموته ولا رميت عليه واحدة ست زي ما حضرتك بتقول. أنا بريء يا باشا، والله العظيم بريء يا باشا. كلهم بيقولوا نفس الكلمة يا فندم، يبقى الواحد منهم مخطط ومرتب وينفذ جريمته، ولما يقع يقول والله بريء يا بيه ويحلف ميت يمين انه مظلوم. بس مهما المجرم اخفى جريمته يا رفعت، لازم في النهايه ينكشف ويقع. ممكن يقع على اهون سبب، ممكن غلطه صغيره بسيطه توقعه من غير ما يحس. ايوه يا فندم، وخصوصا بقى لو وقع تحت ايد سيادتك. ده يبقى بقى فضل من ربك. قول لي اخبار الطب الشرعي والمعمل الجنائي ايه؟ بكره الصبح ان شاء الله التقرير هيكون على مكتب سيادتك. ربنا يسهل. ايه يا احمد بيه مالك؟ مش عارف يا رفعت، قضيه مكعبله، خايف نتعب فيها وفي النهايه ما نوصلش الحل. ما احنا ياما يا فندم مر علينا قضايا معقده ومتشابكه، بس في الاخر بتتحل والمجرم بيقع وبياخد جزاء. مش بالشكل ده، القضيه دي مليانه سرقه، تهريب اثار، قتل. الغريب ان كل مشتبه فيه عنده دافع قوي للقتل. نفسي افهم مين الست اللي فيهم اللي خدت جثه سامح الكوفي في شنطه عربيته وديتها محطه البنزين. نفسي اعرف مين هي الست دي. انا قلت لحضرتك كل اللي اعرفه قبل كده يا فندم، بس في حاجات تانية ما قلتليش عليها لما جيت لك في المحل. ايه هي؟ قلت لك بتفتحي المحل يوم السبت نص يوم. ايوه مظبوط، بس يوم السبت اللي حصلت فيه الجريمه انا ما قفلتش المحل لان كانت فيه حركه شغل ماشيه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ففضلت سهرانه لحد بعد نص الليل. المحل؟ ايوه. امال اللي عرفوا ليه غير كده؟ عرفت يا فندم؟ ان النور اتقطع خمس ساعات من 6 ل 11 عشان بيركبوا شبكه كهرباء جديده. صح، النور فعلا اتقطع، ومعظم المحلات في المنطقه سكت عشان انقطاع النور. مظبوط. وانت كمان قفلتي المحل بتاعك الساعه 7 ومشيتي، ده اللي اثبتته تحرياتنا من محل البيتزا بتاع الحي. انت مش اتصلت بيهم وطلبت بيتزا؟ ايوه. واتاخروا عليك في تنفيذ الاوردر لان النور مقطوع، على ما راحوا لك لقوكي سكتي ومشيتي، مظبوط ولا لا؟ مظبوط فعلا، لما النور اتقطع واتاخر خفت اقعد في المحل لوحدي فقفلت ومشيت. مشيتي رحتي فين؟ روحت على بيتي. على بيتك ولا رحتي للست اللي اتفقتي معاها انها تستدرك طليقك سامح الكوفي؟ لا لا، انا فعلا روحت على البيت. ولما رحتي البيت ليه لما قابلتك وكلمتك قلت لي انك سهرتي في المحل؟ لاني خفت. من ايه؟ من انكم تتهموني. انا اصلي اول ما عرفت من حضرتك ان سامح اتقتل بعد ما وصل القاهره يوم السبت، قلت اكيد مجيئه حضرتك ليا وراها سبب، خصوصا ان انا وهو متطلقين وكان بينا خلافات، فقلت لحضرتك اني كنت موجوده في المحل في الوقت ده علشان امنع نفسي اي شغل. وانت يا مدام سوزي؟ انا ايه حضره الضابط؟ انت ما قلتليش ليه لما قابلتك المره اللي فاتت كانت الساعه كام لما سبت المجني عليه في الاوتيل في اسكندريه ورجعت القاهره؟ في الحقيقه مش فاكره بالظبط، يمكن كانت 3 ونص حاجه زي كده. وانت نازله اسكندريه على الصحراوي ووصلتي بوابه اسكندريه مش ادوكي تذكره؟ ايوه. لما وصلتي بعد كده بوابه القاهره مش خدوها شافوها وردوها لك تاني؟ ايوه. التذكره دي فين؟ على ما اذكر ان انا رميتها بعد ما خرجت من البوابه. وبعدين حضرتك يا حضره الضابط استدعيتني هنا وبتسالني كل الاسئله دي ليه؟ ابدا، كل ما في الامر حبيت اتاكد من شويه حاجات، مش انا برضو بنحقق في جريمه قتل وتداول اثار مسروقه ولسه ما وصلناش نتيجه؟ وانا بعترف يا فندم اني اتورطت معاهم في عمليه الاثار، لكن صدقني انا ملياش علاقه بقتل سامح الكوفي. قلت لي سبت المجني عليه في اوتيل اسكندريه ومشيت الساعه كام؟ كانت حوالي الساعه 2:30 بعد فوزي ما جاله واتخانق معاه، وبعد ما فوزي مشي انا مشيت على طول. ورجعتي على القاهره؟ ايوه. وصلتي الساعه كام؟ حوالي الساعه 5. روحت على البيت وخدت حمامي ونمت على طول، ما صحيتش غير تاني يوم لان اليومين اللي كنت فيهم في اسكندريه ما نمتش كويس. طب تقدري تتفضلي تنتظري بره شويه. ميرسي. عوني انا يا باشا. دخلي مدقولي. مدقولي اتفضل. ايه يا باشا؟ مصطفى مدقولي، التلات ستات اللي خرجوا قدامك دلوقتي ما قدرتش تتعرف على واحده منهم؟ يا باشا بجد خير، بصراحه ما قدرتش اتعرف على حد منهم. والله؟ طب اتفضل روح، ولما نحتاجك هنبعت لك. شاكرين يا باشا. العفو، احترامنا.
تمام يا فندم. تمام. تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي. الوفاة نتيجة تسمم تمت حوالي الساعة 9:30 مساء السبت، يعني بعد ما وصل القاهرة بحوالي ساعة. شوف كده يا فندم. وده ايه ده كمان؟ ده ضفر طبيعي مقصوف من صباع واحدة ست، لقوه مشبوك في جاكيتة المجني عليه تحت باطه. أكيد ده ضفر اللي سمته وهي بتشيله لشنطة العربية بمساعدة حد اتقطم منها من غير ما تحس وشبك في جاكيت المجني عليه. طب نكمل. كما وجدت بصمات لرجل على جلد فردتي الحذاء الخاص بالمجني عليه، ده اللي ساعدها، ده اللي شال معاه. تمام يا فندم. مش كده ولا ايه؟ وده ايه ده كمان؟ دي فاتوره يا فندم مدفوعه في الريست هاوس، لقيناها في جيب بنطلون المجني عليه وبنفس التاريخ. يعني عدى على الريست هاوس وانا نازل. وده ايه ده كله؟ قهوه، كرواسان، عصير برتقال، سلطه فواكه، شاي. هو خد كل الطلبات دي؟ اكيد يا فندم، ما كانش لوحده. مش ممكن يكون لوحده، لازم كان معاه حد، مع ناس اهو. طب مش جايز يا فندم برضه يكون كان مسافر لوحده فعلا وفي الريست هاوس قابل مجموعه من اصحابه وعزم عليهم وهو اللي دفع ثمن طلباتهم؟ يعني بس المؤكد بقى ان في واحده استدرجته ونزلت مع مصر لانها عارفه هو شايل ايه وايه قيمه اللي هو شايله، وبعد ما وصلوا القاهره خدته لمكان امين حاجه زي بيتها وسمته، سقيته حاجه، اكلته حاجه، وبعد ما مات خدت العملات الذهب واتخفت بالاشار وشالته بمساعده صاحب البصمات دي وحطوه في شنطه العربيه وعلى محطه البنزين. والله تصور معقول برضه يا فندم. مش كده ولا ايه؟ ما هو مش ممكن العمليه دي تتم في الطريق العام، دي لازم تتم في مكان امين في بيتها، يعني لازم المجني عليه يبقى يعرفها مطمن لها. مش كده ولا ايه يا رفعت؟ وجايز ما يعرفهاش يا فندم، انما يعرف الشخص اللي معاها، والشخص ده هو اللي استدرجه وقتله، وبعد كده الست دي خدته ونقلته على محطه البنزين. تفتكر مين يا رفعت من المشتبه فيهم اللي ممكن يرتكب الجريمه دي؟ والله يا فندم جايز تكون ثريا طليقه المجني عليه وشخص تاني هو اللي ساعدها، وجايز برضه تكون فريده هي اللي طمعت في العملات الذهب وشخص تاني هو اللي ساعدها. ممكن مثلا تكون اتفقت مع فوزي وعمل اللي عمله كده عشان يخلص حق منه. جايز سوزي ومعاه راجل، وجايز نصحي ومعاه واحده. والله جايز برضه يا فندم. عموما ضفر الست المقصوف اللي لقيناه ممكن المعمل الجنائي يوصلنا لصاحبته لما يتعرضوا عليه وتتاخد اجزاء من ضوافرهم وتتقارن بالضفر ده. مظبوط. سواء بقى كانت ثريا او فريده او سوزي. وبرضه يا فندم الشخص اللي بصماته اتلقت على جزمه المجني عليه برضه ممكن نوصله لما المتهمين والمشتبه فيهم يتعرضوا على المعمل الجنائي وتتاخد بصماته. لا 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 لا، سيبك انت من كل دول. قبل ما كل ده يحصل انا خلاص عرفت واقدر اقول لك دلوقت مين المتهم. انا. ايوه انت يا سوزي. انا لما سالت فريده قالت انكم سافرتوا مع سامح بعربيته، وانت مفهماني انك مسافره بعربيتك، لكن انت رجعتي مع سامح بعربيته وكذبتي عليا وانت رجعتي لوحدك بعربيتك. ده اللي حصل فعلا. كذابه. لما جيت لك بيتك يوم الحد لاحظت ان عربيتك واقفه والتراب محميها والكاوتشات نايمه واليوم يوم حد، يعني كل الورش سكه، يعني حليني بقى على المجهز العربيه. ايوه حضرتك الظاهر. اكمل كلامي. الصوره دي مش صورتك انت والمجموعه اللي كانوا صارين مع سامح في النايت كلاب بتاع الاوتيل؟ ايوه. انت الوحيده اللي في الصوره اللي ماسكه كاس فروت سالاد. لما جيت زرتك في بيتك يوم الاحد برضه حاولت تقدمي لي فروت سالاد، واضح انك بتحبيه. الفاتوره اللي لقيناها في جيب المجني عليه بتاعت الريست هاوس فيها طلب فروت سالاد، ده بياكد انك كنت معاه. وليه ما تقولش انه طلب فروت سالاد لنفسه او طلبها لاي حد كان معاه غيري؟ احتمال، بس الاكيد انك كنت معاه. ركبت معاه عربيته ونزلت مصر، سحبتيه على بيتك، قلت ياخد منه عملات الذهب احلى من عينيه، وعدك بالجواز وخلي بيكي، وخد منك فلوس ياما. سوزي انت اللي دبرت الجريمه. لا لا ما حصلش. جريمه القتل انت اللي دبرتيها يا سوزي، واللي ساعدك البيل بواب بتاعك. لا يا باشا لا، انا ما عملتش حاجه، انا ماليش دعوه. انت تخلص خالص.
بالمناسبه احنا وصلنا المكان اللي انت مخبيه فيه عملات الذهب، مش دي برضو واحده منهم؟ ايه ده؟ لا وفي مفاجاه تانية. ايه رايك في ده؟ وايه ده كمان؟ ده ضفرك اللي انكسر واللي مشبوك في جاكيت المجني عليه، وانت بتشيليه انت والبيل بواب وتحطوه في شنطه عربيته. يا حضره الضابط انا اسمعيني، انت اللي ارتكبت الجريمه. بالمناسبه اكتشفت انك ممثله ضعيفه قوي، لما كلمتك عن المجني عليه حاولت تبيني انك حزينه وتتنحنحي، لكن بكى ايه ده اللي من غير دموع؟ لا، وزعت اتهامك على ثلاثه، فوزي وسرية وفريدة، وده ليه؟ عشان تبعدي الشبهة عني. لا انا مفيش داعي للانكار، انت سميت الراجل وشلتوه وحطتوه في شنطة عربيته وتخفيتي عشان عمال محطة البنزين محدش فيهم يتعرف عليك. لا مش انا، مش انا، هو اللي شاله وقتله كده برضه يا ست سوزي، هي دي اخرتها. على اي حال انتوا الاتنين اشتركتوا في الجريمة، ممكن جنابك بقى تدلينا وتقولينا عملات الدهب مخبيها فين؟ الله، انتوا مش بتقولوا لقيتوها؟ لا 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 لا، احنا لقينا واحدة بس، واضح انها وقعت منك وانت بتسرقي الدهب. الواضح كمان ان المبني عليه كان مخبي الدهب في كيس وانت بتسرقيه، دي وقعت منك. ممكن تدلينا بقى وتقولينا الدهب فين؟